أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم دائما وأبدا في المتابعة عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. نجدد التحديات في برامجنا الرمضانية، وهذه المرة اربح مع عزيزة دواجا عزيزة، شركة وطنية بامتياز، منتج وطني فلسطيني وغذائي وصحي وخالي من المواد الكيميائية والدهون، أعلاف نباتية 100% دائما وأبدا. مع عزيزة هنا في أفرعها وفي مختلف معارضها في محافظات الوطن، لا تنسى وعزيزة منتشرة بمنتجاتها الوطنية. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزة يا طارق، إذا بتجاوب صح بتاخد قسيمة شرائي بقيمة 100 شيكل، تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. مش هيك، ليش هيك طافي؟ جاهز؟ جاهز. طيب، سؤالنا بيقول يا طارق، متى استشهد الرئيس الراحل ياسر عرفات؟ طبعا سامع أنت بالشهيد ياسر عرفات، صحيح؟ صح. تعرف إمتى استشهد؟ 11/11/2004. الله عليك، صح، 11/11/2004. بتاخذ في هذه اللحظات قسيمه شرائيه من عزيزه ب 100 شيكل. شو بتحب تحكي لهم؟ شو بتحكي لعزيزه مناسبة شهر رمضان؟ كل عام وانت بخير. برنامجنا احنا اسمه اربح مع عزيزة، بتجاوب صح بتاخذ قسيمة شرائي بقيمة 100 شيكل، تمام؟ ان شاء الله. طيب، سؤالنا بيقول، من قصد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هذا مني وانا منه؟ عن مين كان يحكي؟ سيدنا علي. لا، كمان الإجابة سيدنا علي. للأسف مش صحيحة. كل عام وانت بخير. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزة، إذا بتجاوب صح بتاخد قسيمة شرائي بقيمة 100 شيكل، تمام؟ تمام. طيب، سؤالنا بيقول، في هذه اللحظات تبدو الشمس بالنسبة لنا صفراء، لكنها في الحقيقة إيش لونها؟ صفراء. لا، هلا إحنا بنشوفها صفراء. هي فعليا شو لونها الحقيقي؟ برتقالي شيء زي هيك. ما عندك الشيء. طيب، كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير، عم يعطيك العافيه. بخير ألام. احنا برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، بتجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ ان شاء الله. سؤالنا بيقول، في هذه اللحظات تبدو الشمس بالنسبه لنا صفراء غالبا، لكن في الحقيقه ايش لونها؟ اعتقد الالم، يعني لا لون لها، يعني هي بكون الطيف الشمسي بلا لون، حسب هيك بعرف. هيك لون، اضرب لك لون. اضرب لك اجابه لون بنفسجي. كل عام وانت بخير. طيب، يعطيك العافيه. عافيك. كل عام وانت بخير. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، بتجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ تمام. سؤالنا بيقول، تبدو الشمس بالنسبه لنا صفراء غالبا، لكنها في الحقيقه ايش لونها في الحقيقه؟ ابيض، بيضة. شمس بيضة. يعني هي مديركم جاوب، تاخذ في هذه اللحظات قسيمه شرائيه من عزيزه. شو بتحب تحكي لهم؟ التوفيق ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، بتجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. طيب، اين تقع جزر لانجر هانس؟ عمرك سامع فيها؟ انت لو تشوف وانا بتوقع بتستغرب. وين؟ لا، ما هو مش راح اجاوبك هلا. شو؟ والله ما بعرف شو. عندك فكره؟ في جزر اندونيسيا في جنوب اسيا، جنوب شرق اسيا، تل المحيط الهادئ، ملان جزر. بس مش سامع فيها. لا، مش سامع فيها. مش سامع فيها. في طب هون كمان مش عندك محاولات؟ مش ابدا. كل عام وانت. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزة، بتجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ ماشي. سؤالنا بيقول، شو اسم الخطه اللي وضعها أرائيل شارون ورافائيل إيتان لاقتحام مخيم صبرا والشتيلة لإحداث المجزرة فيها؟ والله ما بعرف. مش سامع، بس سامع صبرا والشتيلة. بعرف والله، في حدا بيعرف ايش. بس مش سامع في المجزرة. لا والله. كل عام وانت بخير. عزيزة، طبيعي أطيب. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزة، بتجاوب صح بتاخذ قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، تمام؟ تمام إن شاء الله. أنت أكيد سامع بمجزرة صبرا والشتيلة. أكيد. يعني فيش حدا من الشعب الفلسطيني إلا سامع فيها، صحيح. سؤالنا بيقول، شو اسم الخطة اللي وضعها رائيل شارون ورافائيل إيتان
لاقتحام مخيم صبرا وشتيلا. الجيش لما بيقتحموا جيش اسرائيل بيحطوا اسم لكل عمليه بيقوموا فيها. صحيح. شو اسم كان هذه الخطه اقتحام مخيمين صبرا وشتيلا؟ يا ست كمان ذاكر صراحه يعني. ولا جاي في بالك؟ مش ذاكره يعني، سامع فيها بس رايح عن بالي. طيب كل عام وانت بخير. شكرا للشباب اذا في امكانيه. يعطيك العافيه. هيا اخونا مراد. طيب هلا بنيجي عندك. كل عام وانت بخير. انت بخير. يا هلا. احنا برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، اذا بجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل. طيب سؤالنا بيقول، انت سامع بمجزره صبرا وشتيلا صح؟ سامعين. طيب سؤالنا بيقول شو اسم الخطه اللي وضعها اريال ورافائيل ايتال لاقتحام مخيمي صبرا وشتيلا؟ في لها اسم لما راحوا عملوا هذه الخطه، شو اسمها؟ والله هاي الاسم لا اعرف. مش خاطر ببالك؟ لا والله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. طيب احنا بنكمل معكم في مشوارنا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. بخير وصحة وسلامة. احنا برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، بتجاوب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ تمام. سؤالنا بيقول ما اسم الخطه التي وضعها اريال شارون ورافائيل ايتان لاقتحام مخيمي صبرا وشتيلا؟ واكيد انت سامع في مجزره صبرا وشتيلا. نعم صحيح. عندك فكره عن اسم الخطه؟ السور الواقي؟ لا، سور الواقي في الضفه الغربيه. والله ما اعرف. كل عام وانت بخير. برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، بتجاوب صح بتاخذ قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، تمام؟ تمام. جربت منتج عزيزه؟ يعني الجاج مرتب وعندهم والله نظيف مرتب. الف الالف ان شاء الله. اذا بتربح معنا وبتاخذ قسيمة شرائية، بعد ما نسالك هذا السؤال، انت كيف بالشعر؟ الحمد لله حافظ يعني. ماشي. بالمدارس شو اخذنا حافظ؟ طيب. محمود درويش واي احمد شوقي، والقائمه تطول. ممتاز، القائمه تطول. من هو امير الشعراء؟ احمد شوقي. احمد شوقي. بتاخذ هلا قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل من عزيزه. شو بتحب تحكي لمنتجات عزيزه ولكل معارضها؟ ان شاء الله واتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح ونتطور لتطور ان شاء الله رب العالمين. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. احنا في هذه اللحظات بنوصل لختام حلقتنا اربح مع عزيزه في هذا اليوم، بالتاكيد دائما وابدا من محافظه طول كرم الجميله، ونتمنى كل التوفيق لمنتجات عزيزه، دواجن عزيزه في كل محافظات الوطن. الى هنا احيي الزميل برا عمر من خلف الكاميرا وفي التصوير والمونتاج، وكذلك من امام الكاميرا انا وفاء زيدان، والى اللقاء.